part of the fiber code. And what we do with the name, we do the next thing. Oh, I it's me and the moment. The speaker, the loop D, the next year occurs, or by looking at the moment, the time on the same day, the time is my hand. The next one ends the first loop. كنا جينا اتكلمنا ازاي ممكن وخطه كده
في الكون. فاعتبروا كده في الكون انا عندي دي الاكس ودي واي. فمثلا اللون او الخطر او الاستراب على واي اللون واي كانت هي عامل ازاي؟ هو نورمال على الكلام ده صح؟ كان ايه هي واي؟ فلو انا عايز احدد الفوت واي ده على الاكس وعلى الواي اللي هو ازاي؟ ده مين؟ فممكن نكتب الكلام ده دي 5 2 5 5 2 كويس كده احنا عملنا كده معناها كده ايه؟ معناها ان طيب ممكن طبعا ازاي؟ محتاج بس ان احنا نفتكر كده حاجه كنا بنعملها زمان اسمها فاكين لو انا كان عندي فاهمني لو او واحد او اثنين عشان اطلع على الثلاثه ده كنت بعمل ايه؟ ايوه على الثلاثه دول بيساوي كده اتكررت على طول اول واحد او واحد او اثنين بالمناسبه الثانيه اصلا الدكتور دي ازاي كده ممكن نطلع الدكتور هنا ممكن اكتب على طول بقى ان الار 1 ده عباره عن ايه؟ ار 1 سكوير عباره عن ايه؟ ار ايوه ار سكوير زائد دي سكوير ماينس 2 دي ار وفاينل ار كويس قوي الكلام ده بس هنا في مشكله ان انا بكامل على السايد لاين مش بكامل على السايد صح فمحتاج اخلي السايد يكون بلاتس السايد لاين تمام طيب نعمل الكلام ده ازاي بقى؟ يعني بقى اثنين فرصه دلوقتي هو جه لا يعني دي واي بس عشان الموضوع عشان الموضوع شويه يعني بلاش حد يروح برضه شويه بس يرفع ايده يعني بعد ما هو حته رايح فيها خلاص الموضوع مبنيه لصالح الوطن الكبير كله طيب عايزين نطلع الكوفاين طاري ليها كام طريقه بس اصعب طريقه يعني زي ما الدكتور كان عملها في المحاضره لو انا جيت بصيت على الميد بوينت اوبزرفيشن اللي هي ار بوينت هل ار جيت بصيت على جيت بصيت على او مثلا لو انا عايز اطلع الاو بي برايم الاو بي برايم ده البروجكشن بتاع الار ده على الاكس واي بلاي خلاص لو انا عايز اطلع الاو بي برايم ده بدلاله الاتصال ممكن اقول ان هو ايه على طول حلو بس ده محتاج صور تاني خلاص كده ده كده الموفمنت ده ممكن ان هو ار وساين صح كده او يعني دي فاين ده عندي فاين ده عباره عن ار وساين صار طيب عايز اعمل نفس الكلام ده بس ايه مسكت الثيتا والفار والفاين واحد الثيتا ودي الفاين واحد طيب النقطه اللي هي في باي برايم دي لو في لو فاين دي هتبقى ايه؟ هي عباره عن ار في فاين سي صح كده؟ طيب عشان اجيب او بي فاين هنا انا هحط هنا في دي اختار دي هنا انا عايز اجيب هنا ايه بقى؟ فاين مش ايه ماينس فاين يبقى ايه فاين 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 ار فاين ديتا فاين 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 من العصاويه الاثنين دول الاثنين دول ببعض كده ممكن اقول على طول ان فاين فاي عباره عن
find beta, find. Right? Yes, am I right here? It's like... It's part of... Give it to the right and the next group has a heritage to boil. Tamam?
طيب طلعنا من الـ U5 ده الـ UX بـ U1 ده زي ما عملنا الأول في الـ Experiment Goals العادية. بعدين قلنا عايزين نطلع الخط اللي اسمه R1 ده بكام؟ أو طول اسمه R1 ده بكام؟ فقلنا نستعمل الـ Design Rules استخدمناها طلعنا الـ R1 ده في زاوية اللي هي الـ Design Size وزاوية اللي مش عايزينها. احنا عايزين نتعامل كل ده الـ Design Parameter اللي احنا هنحطها في Integration. فعملنا لعبة ماس كده شوية لعبة فور جامب يعني احنا قلنا ايه؟ هبص على الكوريكشن بتاع الخط اللي اسمه R ده على الاكس واي بلين يعني عملنا مره بقلب الفاي مره بقلب الثيتا والفاي فاي بتوع السبيكتر كود طلعنا علاقه ما بين الفاي وما بين الثيتا والفاي فاي دي عملنا اكس واي عشان احنا عايزين نطلع دي لغايه الكورس اللي بعرف فيها الاوبريشن كورس مش بدلات الكورس بتاع السكول هي 5 دايما انا بقيت انا الكون دي بقى من الاخر قالوا دي بقى فاير بتشوف بالنسبه ايه بالنسبه للاكس وواي بس انا برجع كل حاجه انا هنا مش هعرف اديت الفاير وانا في الفاير مش هعرف ايه مش هعرف اديت الفاير والبلو ار ويو سي ده بتوع السكند كون خلاص انا هرجع كل الاصل ده انا اصلي كل الكورس بتاعي واحده الاكس واي ده ده دايما ولا مش شرط ولا مش شرط ولا دايما لا دايما لو بيكون عندك حاجه كده لازم ترجع لو بيكون عندك كمان حاجات مجموعه بعضيها او ناوي تجمع حاجات على بعضيها لازم تجمع الحاجات او ترجعها للبارتيشن كود لسبب ممكن يعني هنا مثلا لو انت بتجمع فاير فاير هتلاقي في كود هيخش معاك في مكامل لو انت هتكامل من جيم هتبقى كود ده لازم تتاكد ان الكود ده ما فيهوش حاجه تخش معاك في مكامل قصدي كان في حد في كام اول ستار هاوس كان جه واحد وسالني حاجه زي كده في نص اول طيب نرجع كده بقى ايه للمساله بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه طيب احنا كده الاكسبريشن بقى هنرجع نعرف الاكسبريشن بتاع ايه كود انتراكت ايه integration in 0 to 5 with that b b power prime b minus minus 5 prime u x plus the 5 prime u 1 على r1 اللي هي ايه الروت بتاع r square plus b square minus 2 b power 5 theta 5 power 5 question الاكسبريشن ده عشان نعمله انتجريشن هيبقى مكلكع شوية فممكن نستعمل ابروكسيميشن واحدة بالحل جيفن ان هو قايل في المسألة او ان هو معرض اصلي من الدايبول هو سمول لوب فسمول لوب معناها ان دي مدى صغيرة طيب نشوف هل ممكن نلعب مع التراك بتاع ده كيف ان احنا يعني هنستعمل السيت عشان دي صغيرة تعال نشوف ممكن اكتب الكلام ده ممكن اكتب الار 1 انا عندي تاخد وضع على طول هكتبها بالشكل ده هكتب على ار سكوير بلس بي سكوير ماينس 2 بي ار ماينس ثيتا ماينس 5 برايم صح لو جيت خدت الار سكوير دي كومبو فاكتور الاول انا عندي بس معنى كلمه سمول روم دي معناها ان دي اقل بكتير من الار فهي جت كده الار سكوير دي كومبو فاكتور يبقى عندي لكن كده في واحد زائد بي سكوير على ار سكوير زائد تكون طريقه خلاص خط ده واحد تكون ماشي بيطلع بقى بتطلع بقوي بس مش اكتر طيب فالكلام ده طلع ايه؟ طلع شكله 1 على r في 1 بلس في سكوير بلس r سكوير بلس ماينس 2 b على r ساين ثيتا ساين فاين فاين كل ده هو نيجاتيف r طيب واحنا قايلين عن ان هو ايه؟ ان هو سمول او ما بين فاين فاين سمول فدي اقل من r ممكن نستفيد ده ايه بقى ان انا الاول الترم
بتستعمل فاكر طبعا فاينل بيروح وانا عاوز فممكن اقول على طول ان الواحد تعالى اه واحد اثنين نرجع بقى نقعد الكلام ده هنا اهو ونعمل الاسبريشن ده كده احنا خلصنا تقريبا درس المدرسه طيب وخلاص. طيب نرجع بقى ايه؟ همسح الكلام ده تاني؟ ده هيتضرب الاول ايام ويصير تو مرجع كوين فاين فاين تبقى زيرو كان عارفين بكام نفس الكلام لو تضرب في ساين فاين فاين ساين فاين فاين ده هيبقى ايه؟ سايد موف تو ساين 255 بتتكلم على ساين 255 تو بيريز فالتاني بقى فالجزء ده هيكنسل معايا هيدخل معايا في ثلاث الايه؟ طيب هيبقى ناقص بس الجزء بتاع اللي هي نيجاتيف ساين 55 برضه في الجزء ده ايه؟ نيجاتيف ساين 55 ده هيضرب في الواحد وكان 0 تو 5 والتاني الجزء ده هيبقى فين؟ انت عندك نفس الجزء لو فيها اه ساين ثيتا ساين فاي فاي لو فيها يبقى عندي ساين سكوير فاي فاي فكروا كده الانتجريشن بتاع ساين سكوير حاجه يوتي كوي ده كان بيطلع ايه ده اللي دي بقى بتاع هو ازاي هنص نص نص كده وبعدين كنت بعمل ايه بقى؟ قلت ان هو الكوساين كذا نوع عين برضه هيبقى فيه بقى معنى بس النص وبعدين يكون فاي كان ده يطلع بفاي فال الكلام ده هيبقى عباره عن ايه بقى؟ بعد اسامي الانتجريشن ده تمام؟ فالكلام ده هيطلع عباره عن نيو روت اي اي جينا فاين فاي يو اكس زائد فاين فاي يو ار او اضع فاين فاي يو
هيديني هنا الجو بار يساوي نيجاتيف جو اكس. صح كده؟ هي نفس الكلام، نفس الكلام لو عملتها في الاستفتاء ونفس الكلام لو عملتها في المعادله اللي احنا بنجيبها في الاول. فممكن تلاقي دي نيجاتيف جو اكس دي احط مكانها يو بار، يبقى بدل دي يو بار مش يو بار وعلى. فاهم؟ يو بار يعني انا ريت في البوينت اوف ذا ريت. طيب هنعرف بس حاجه بقى اللي احنا عايزين نعرفها، حاجه اسمها المجال باي مول مول. ايه بقى المجال باي مول مول ده؟ الآية بتاعت النوم في يونت فيكتور عمودي على الآية بتاعت النوم دي، اللي هو لو جينا بصينا هنا كده ده دي النوم اهي، وكان بتاعها اي اللي هي بتاعتها باي دي سكوير، اليونت فيكتور هيبقى اللي يلف مع الكلام بتاع النوم اللي هو يو ذا. من هنا ممكن نكتب الاكسبريشن ده بالشكل ده اهو. دي نوم ام دو ار على فور بار باي سكوير. طيب راح فين الساين ثيتا؟ الساين ثيتا هو الكروس رول يقول لك كروس يو ار تبقى الرول بتاع ده، الرول بتاع ده ثاني زاويه منهم الزاويه ما بين الزاد والار وهي ثيتا معروفه. فمن هنا بقى طلع التعريف بتاع الماجنتيك دايبول مود اللي هو الام كده. احنا عملنا برزنتيشن للايه؟ بدايات الماجنتيك دايبول مود. طيب طبعا يو ار سكور او يو ار كابتن مش نفس الحاجه يعني. يو ار ده هو من الار لحد البوينت اوف ذا بيت. طيب لو عايزين بقى نحسب الاول نحسب لما كنا نحسب الايه صح؟ طيب لو عايزين نحسب بقى البي هنعمل دي ازاي؟ هنعمل دي تساوي انا عرفنا اصلا من عرفنا بس السكشن اللي فات ان دي عباره عن كيرن اي تمام؟ نفس الطريقة ده هو الفيكتور، الفيكتور بيعبر عن ايه؟
بيعبر الاول ماتيريال بتاعه هو عباره عن الكارنس في الاريا بتاعت اللوب خلاص والاتجاه بتاع الفاكتور اللي هو ماتيريال اللوب ده هو ايه الاتجاه نفسه للكارنس خلاص عرفت عرفت الكارنس كده فالنور عليهم هو اليوز ده فده كده هو اليوز فاكتور بتاع المجال بتاع الكارنس ازاي مبنيه الاكسبريشن ده الاكسبريشن ده لما عرفت الكلام ده فاهم والله ما جبتوش الامن فانا عايز الاتجاه بتاع الامن اللي هو اليوز ده نزل شوف يو ار هي عباره عن ايه؟ يعني كيف Thank you.
تيتا لو تساوي زين صح؟ هنوقف على زد اكس. زد اكس فرقم زدين دي كان هتبقى هنا صح؟ فبالتالي انا عندي تيتا زين تمام؟ فالكلام ده هيطلع لي
والفاينانشال ماركت هو ايه؟ الحل اللي هعمله له عامل ترانسفورميشن. طب على كل عدد الروس الموجوده في الكوارت ده، فالحل هو ايه؟ سوبر بوزيشن بتاع كل الناس. يعني المجموع بتاعها كان عامل ترانسفورميشن او انتجريشن. ليه الشامبيون مش موجود؟ تذاكر بس الكلام بتاعك كاوس. لو كنت بقول انا عندي فاينانشال طلعت ايه؟ طلعت جزء من ال طلعت هي دي كانت واحده.
نعمل تمرين ونكمل من زيرو لحد ألف طيب الانتجريشن ده هي الانتجريشن بتاعك شوية فالحل بتاعه بص ان هي هنا كده في المسألة ما عادش هيعمل دكتور ليه يمسك كده في المسألة يجيب لنا ايه؟ يقول الانتجريشن بتاع في اكس عامة لو في الامتحان فيها اي انتجريشن صعب الدكتور هيديه خلاص يعني لو في الامتحان اي انتجريشن صعب زي ده الدكتور هيديه انا مش عايز بقى الاكسبريشن النهائي بكره
طيب
فاشوف الخط اللي كان واصل لحد فين
دي انا بنقطع بتحتوي على فولدرز مش هيك معايا فولدرز دي موجوده هنا موجوده هنا موجوده هنا موجوده هنا حاجه شكل معايا لو دي هي انتر بلاي او انتر واير انتر بلاي تحتوي على انتر واير انتر واير ده مش هيك معايا بقى الفولدرز دي موجوده فين بالذات هو ريلي ممكن احط ريكس واير وشوفه حط الواير ده في هات مش فاهم هو كده كام هو ده كويس عايزين نحسب بقى الار ده نفس طريقه عملها الطول ده قد ايه الطول ده ايه الاكس دي الحد الحد فورس ريليشن الاكس برايم حد اللي هو خطوط ده واكس ماينس اكس برايم صح طيب والطول ده هو ما يغيرش حاجه طب هنا جبنا الار عايزين نحسب بقى الاكس اي دي فممكن ايه زي ما حسبنا بالظبط زي ما حسبنا بالظبط ايه ال الفرع حبيت ده كده برضه وحللنا على الاكس وعلى الواي ده الفرع اللي جاي دي خدوه كده فهنا ممكن بقى اطلع خلاص نفس الحل نفس الطريقه اللي احنا عملناها دي اي ماينس فار دي فار دي فار دي فار اشتغل بقى عادي طلع الكوساين فاي دي خلاص ممكن اطلعها اطلعها بقى ايه كوساين فاي طيب
في ايه تعال تاني اصحى اصحى هنا المساله دي يا جماعه اوكي لو انت تاخد سلم صغير وتعمل بقى على التيبل وتعمل على المايس والتاني والتاني هنا هنا كل حاجه مش حاجه سلمه طيب انا اقول لك ايه فنرجع بقى قسمنا المساله بتاعتنا مجموعه من الناس الكويس جنب بعضين انا عارف حاجه طيب نفس الفكره هنا بس انا هنا بدل ما عندي زد اكس عندي
معلش. ف هل المساله اللي احنا عايزين نحل منها كان كده مضبوط؟ طلعنا الجميع عند النقطه موجوده على الجنب مين ورا تعمل مجموعة عليه مين هو هي هتبقى
20. ده كده مسألة رقم طبعا هو بس يعني فيها شوية حاجات كده كانت موضوع تاني طبعا ان احنا نعمل بريفرنس للكلام ده ونثبت ان النقطة دي عندها دي او دي فبعد ما سمعت كل الألماني عندها الدي بي او دي اكس دي كام زيرو فطبيعي هو بقى طلعنا الكلام ده بريفرنس ده اول حاجة بريفرنس اكيد فطلع بريفرنس دي عشان دي تساوي دي على مين؟ دي بتكون دي او دي اكس تساوي اصلا الدي كونس بتاع هنا مفيش دي بتغير في الحته دي ها؟ هيطلع زيرو ازاي واثنين بس يعني على الكود ده يعني انا بحسب الدي كي وقت مش بحسب الدي كي بحسب عدد صغير ولا دي فالكلام اللي بيجي ده بيحيي الفكره ان هو مش زيرو ان هي الدي كي وقت دي اكس لما يطلع زيرو فبتلاقي معدل صغير دي نقطة دي حاجة مش كلها حاجات ها؟ ما زي ما قلنا بالكلام ده وبعدين قلنا تاني مثلا قلنا دي على اكس دي على دي حاجة شكلها يعني؟ دي جنرال بوينتس طيب دي ايه؟ بقى ما شاء الله عامل ازاي؟
السيرفر عايز يعمل بحث للكلاستر اللي مبنيه على اي واحد هنا اهو. ده الكنترول ده هو ايه؟ 2 باي رو باي ده عباره عن زي في فار دي عباره عن زي رو زي رو على 2 اتجاه دي مار. طيب ده كده السيرفر موجود عن ايه؟ السيرفر موجود عن طيب لو انا هنا عايز احل بقى بالنسبه للمساله دي انا عندي الرو ده مره هيبقى مقاس من هنا لحد النقطه ده رو 1 هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه فار اسمها ايه؟ فار 1. لو بتكلم على السنتر دي فرو 2 بيتقاس من السنتر رو 2 اه وفي فار 2 مختلف عن فار 1 فبالتالي انا محتاج ايه؟ محتاج اعرف رو 1 ورو 2 محتاج اعرف رو 5 1 ورو 5 2 زي ما عملنا كده خلاص. فنرجع بقى للمسألة بتاعتنا هنقول ايه؟ عندي نقطة في دي تبقى عبارة عن دي واحد زائد دي اتنين اه دي اتنين ده هو ايه؟ عكس ده دي طبعا دي واحد دي واحد دي اتنين على اتنين دي واحد اتنين صح كده؟ جمعين معايا حاجة كده؟ طيب عايزين دلوقتي بقى نحسب الرو 1 والرو 2. طيب نرسم الكلام ده اللي هو كده دي كده هي الفاي 1 ودي هي الفاي 2 اعتبرها ورقة يعني اطلعها ورقة اطلع اسم دي ورقة احسن؟ Thank you.
اكس تكون في اكس تكون اكس عند السنتر ايه ده اكس واحد ده كده 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 طيب فده اللي احنا عملناه هنا فهي دي باي 1 ده عملها قبل كده وفي باي 2 نفس الكلام ظهر عندي في المان دي فكرت ان هو رو 1 باي 5 1 ده هو ايه رو 1 باي 5 1 ده تاني ايه واي 1 يعني الكيرف ده كده كله هو نيم واي 1 نكتبها بس ان هو تاني عشان ده كده ده نيم واي 1 طيب ورو 1 وباي 5 1 ده هو ايه ده اللي هو الاكس 1 Gracias.
الرجال لا يمكن فيه صح؟ بس كلام احنا بالنسبه للمجلس ستاتس يعني بنعمل نفس الكلام ده بس هي كل مشكله المجلس ستاتس زي ما قلنا ان احنا ما عندناش مدارس شعر فالكونسيبت بتاعنا تفهم المدير المديرين ازاي لو بنتعرض للمدارس دي ده شويه يعني اعظم من المدارس او المدارس دي احنا بس بنبسطه شويه ان احنا بنقول ايه؟ احنا عندنا او يعني بنعرف وجود مدارس كتير من ايه؟ ان احنا عندنا كام مدارس؟ تري كام؟ ماشي تري بيودي لنا مدارس دي صح كده؟ طيب احنا في اي اتوم في الدنيا في اي جهه يوتيوب وفيها شويه اتوم حوالين يوتيوب في هناك خالص. الروتيشن او الدوران بتاع الاتوم حوالين اليوتيوب دي ده اكيد في كارنت عندي ماشي تو. فبنقول ان الروتيشن بتاع الاتوم ده حوالين اليوتيوب ده بيعمل لي مجال الباي بول اكنه كارنت ماشي تو. وفي نفس الوقت الالكترون وهو ماشي حوالين النيوكليس افتكروا كده برضه من ايام الالكترون حوالين نفسه كمان في سبين بيتصل حوالين نفسه فالسبين موشن دي برضه بتعمل مجال بايبول مومنت فيبقى عندي مجال بايبول مومنت جاي من حاجتين جايه من الروتيشن بتاع الالكترون حوالين النيوكليس وجايه من السبين بتاع الالكترون حوالين نفسه حوالين الاكس بتاعه في كل مدينة في الدنيا في الكلام ده بس في كل مدينة الموجودة في الدنيا النت مجنتك تكون هون بسبب دي ما عايزة حاجة واحدة بس ايه هي؟ الترمينال ماجنت بالظبط الترمينال ماجنت دي الحاجة الوحيدة ان النت مجنتك تكون هون ما هي دي طيب على حسب انا بقى باجي ايه المدينة دي وعرضها الاكسترنال ماجنتك فيه الاكسترنال ماجنتك فيه ده بيعمل الاين في مجنتك تكون نفس الطريقة اللي كان هو حديث نقطة تحول وخلي أكمل كده ما تاخد بالك بعد ما طيب وقت ما وقت ما تحب يعني الناس تاخد بالك عشان تخلص نرجع تاني نرجع فايه الاكسترنال بتاعت دي اللي بيبقى ابلايد على الماتيريال ده بيعمل اونلاين من مكان تايبون هو فيها فبتلاقي الناس مكان تايبون هو بيغير ممكن يفضل زي وممكن ما يبقاش زي وممكن يعاكس المكان فيه فيبقى في ماده ليها يعني فضيله تماما ضعيفه في ماده تلاقي المكان اللي بتقدر تستوعب نفسي تسمعها تبقى تستوعب نفسي تبقى على طول مجد عمرك ما تعرف ترجعها تلاقي هي بتبقى مرضيه في حاجه ممكن تبقى مرضيه وبعد ما تدخلها ممكن تطلع الاخطاء دي زي فارما ماده المدينه اللي بنسمعها طيب ماده المدينه دي اللي هي ايه؟ اللي هي بتتعاكس كويس في الوقت المجال فيه معاكس اكسترنال مجال فيه تاني كده ولا فار مجنتك ولا فار مجنتك فار مجنتك دي بقى اللي هي ايه؟ هي بتبقى احسن حاجه اول ما تبتدي تعرضهم للمجال فيه فيبتدي ايه؟ كل الليب يكون هو بتاع يبقى كويس يبقى مهواش زيرو ويبتدي يولد او يمشي مجنتك فيه او بيعمل ماجنتك كلاس ديرتي في نفس الاتجاه بتاع الاكسترنال فيلد فبالتالي هو بيقوي الماجنتك فيلد دي اللي هي النوع اللي اسمه فور ماجنتك طبعا مش مهم قوي ان احنا يعني نفهم التفاصيل بتاع ده بيعمل ايه ولا بيعمل ايه ولا بيعمل ايه اللي فيه كل حاجه في جوه في حياتي الديتيلز يعني ممكن يفتح تشينج بس يعرف ايه اخبار الدايره ماجنتك دي من جوه بتتعمل ازاي والفار ماجنتك والفار ماجنتك والحاجات دي كلها احنا بس بنستفيد من الكلام ده بايه؟ بنقول ان الماتيريال لما بتتعرض للاكسترنال ماجنتك فيلد النت بايبول مومنت بتاعهم او النت ماجنتيك بايبول مومنت بتاعهم ما يبقاش بزيرو بنعرفهم حاجه اسمها ام كابسل ام كابسل ده شبه الفي بتاع قطاع الاكس شبه بالظبط فبنقول الفي ده بيتعرف ايه او تاثيره بيظهر في ايه؟ تاثيره بيظهر في صوره الاينمنت بتاع بايبول كده ده بيعمل حاجه اسمها فوليومتريك كابسل تاثيره بيظهر في صوره او بنبريزنت الكلام ده صوره ايكويفالنت ايكويفالنت كابس ده اوتو فولمنت فولمتر كارد وكمان بالتاثير بتاعه ده كمان بيطلع شكل تاني سيرفس كارد ماشي كل مولكيول كل مجموعه اتوم بتنفع عليها كل مجموعه فولمتر بايبول اللي هي جايه نتيجه الاوربتين بتاع الريكتس خلاص فالام ده بيبقى ريبريزنتد حاجتين جي سيرفس خلاص جي سيرفس كارد جي ام دي اللي هي الفوليومتريك كارنت اللي بيكويك او اللي بيبقى ايكويفلنت للتاثير بتاع الام كارنت اللي هي ظهرت نتيجه ان احنا بنعرض الماتيريال بتاعتنا دي للاكسترنال ماتيريال تمام؟ طيب
You are here one.
بس كمان بقى المهم عندنا يعني الكلام اللي احنا يعني عملناه كده بسرعه وانت على طول جبته ده مش نوع اول المهم بس ان احنا نعرف العلاقه الترمز ما بين الـ E والـ H. الـ H ده بيختلف ولا ما بيختلفش من ماده لماده؟ ده شبه ايه مايك اللي هو بتاع دي؟ شبه دي نفس الـ E ده بتتعمل عليها دي بالظبط. فكل كتر هنا هو الرقم بين يعني هنا في كده وشيل ده نحط نيو وعايز بقى احسب العلاقه ما بين الاتش والمي تبقى ايه؟ اتش كام؟ دي على نفس الكلام بتاع ايه؟ بتاع الاتش تي دي كان بيساوي ايه؟ على بس كده كل اللي بيحصل بقى مع المي ده بقى مع المي اللي هو رقم قانون الفيرس اي حاجه مش كل الحاجات اللي كنت بكتب كويس
يكون مثلا مجال يعني يكون مجال مدير يعني هو يتطور مجال كويس الناحية مثلا السفر والسفر والجولد والحاجات دي كلها وطور بقى مجال مدير اللي هي يقعد في الحياة أقل بكتير دلوقتي فمش معنى ان هي الكورتين بتاعتها كويسة أوي إنها في نفس الوقت يكون فيها بس يطلع يكون حاجة يعني يكون بيقعد بتاعها حاجة كمان حاجة من السن واحده من اللي هيخلي لا السن ده ده هو الحاجه الحاجه هنا كده ده هو الحاجه احنا كنا بنتكلم على ايوه بتاع السن ده بس هنا ده بس مش طلع كده مش كده لا ده مش كده ده ما مش عارف اصلا ده كتير ده كتير قوي ده حاجتين حاجه منهم بتطلع في الجرد ايه ده دي بقى ده المكان في التيسة ان هم جانس منيو اليو كانت كان يوم معلش ما كانت كده خلاص يعني عندي استري كمان وحش كل شيء انما هنا عندي مزيج مجالات كتير فبالتالي عندي مجالات بيكون مول فبالتالي هيظهر عندي سيرفيس زياده على البيت ده وزياده ده اللي عامل ايه؟ يعني كده الاتش بيعبر عن قدره الماده انها يحصل لها انها ماشي احنا اللي نعرف طبعا ليه وليه ليش بيتقال
التوتال انتجرال تعديل دي كان بيساوي الايه كيو 3 اللي ساعه كان ايه كيو 3 بس الكلام ده عامل ايه بقول ان انا هاخد الفور زيرو بتاعش ودي انا باخد الار وهنا باخد الزي دي بس ده الار دي بس مش كده بس دي تاخد دي بس دي تاخد دي خد دي دي ودي هو ده كده جوه الايه بس الكلام بتاع الدي يكون غير ضايع اه دي معلقه اللي انا هنتعامل معاها بعدين لو احنا هنجيب بقى ناخد الايه ممكن ايه نعمل زي ما عملنا كده ان احنا ناخد الفيرست جروب ناخد جروب خاص ونقول الكام بتاعت الدي ام كام الاي جروب ناخد الايه لو مش هتعرف ناخد الايه او ممكن ناخد الايه زي ما عملنا وناخد الدي ودي ناخد الايه دي لا مش كده على اليوم دي ليه طبعا على طول واحد على اليوم كده ليه عايز طبعا ايه طبعا يعني اه وانا بقى كده ليه اطلب بقى بعد ما اجي طيب ده كده الجزء بتاع المراسم دي زي ما قلت لكم مش محتاجين نعرف اكتر من الحاجات دي وبس عرفنا المواضيع عرفنا قليله فبتلاقي بقى السنه الرابعه مراسم ماتيريال ده لو النيو ار تقريبا من واحد دي بنسميها فرض مذاكر لو النيو ار اكبر من واحد دي بنسميها فرض مذاكر انا ما حضرتش حتى لكم المحاضره بتاعت اكتر من ثلاث اولاد صح في ايه دول بس في الليل اكتر من كده في المحاضره في مسائل هتطلعها بس المسائل كلها هتبقى بتتعمل زي دي صح يعني مش صفر في اي حاجه بس كده انا بحث الايه وبعدين بحث الدي وبعدين بحث الميو او بحث الدي وبعدين بحث الايه بحث الميو طيب اخر حاجه في الجزء بتاع المجالات او سلك المجالات فيه هي مجالات بامب كونديشن زي ما عملنا في الاكتوستاتيك هنعمل في المكان الشاطئ لو انا جاي من ميديا فيها نيو واحد مثلا ورايح الميديا الثانيه فيها نيو 2 عايزين نعرف ايه العلاقه ما بين الدي نورمال والدي تانجنشال او الاتش نورمال والاتش تانجنشال Thank you.
Okay.
المسألة دي لو أنا عندي ديتا، لو أنا كان عندي أي مسألة كده مثلا مسألة من الأحياء كان يديني الـ H ويديني الألفا ويديني الواحد أقدر أطلع من الجيوس على الشهيرة وأقدر أطلع من الجيوس على الشهيرة. مسألة بقى شرح بتاعة الشرح بتاعة الأصاين جيب عندي ممكن تعمل كوبيلي بتاع الاكس بتاع الكوبيلي اللي كله هيحصل بقى ايه؟ هيحصل
الخاصة الأرقام بين الزرق والفعل بين الثاني الثاني سيكي واحد مثلا يساوي ايه؟ الاتش تنبيرس هو الاكس هو الزرق الجاب والتوري الله يوم نفس السيرش ده
after the stress and good results are there for very large. وطلع رقم فين الفي جاب ودي على دي بقى مش عاملها دول حاجه كده خلاص هطلع رقم فين جاب ودي على وترجع بقى بعد ما طلع من رقم الكونديشن اللي هو بتاع الكونديشن في يوم تطلع رقم فين الفي جاب ودي على يبقى طلع اهو ده المعادله الطلعه دي طلع ايش جاب مش عارف ده تحليل اي مسار خلاص برضه مش سهل خطوه واحده مش هي Thank you.
لكن لو وصل لحد في النقطه دي فالمساله دي عشان الموضوع هو ثلاث اجزاء جزء واحد وجزء واحد وجزء ثاني جزء خلاص. فاحنا هنحل دلوقتي الجزء الاولاني بتاع هو واحد اثنين ثلاثه واحده والرسول دلوقتي جمعهم الاثنين مع بعض يعني
كويس من هنا ممكن اشيل ليه ده احطه هنا في الهاند دي ده تكسر اول دي طيب عايز كمان اشيل الفيتا احطه هنا ولا وقت الفيتا الرابعه يعني معنى كده صار كده ان انا ما كان هنا حتى الوضع ده كمان ده الوضع ده عباره عن ايه عايز خلي المعادله كلها تلاقي ان مثلا ايه الفكر ده احنا كده عامل ايه بعد الفكر ده هو مش فاهم كفايه وضع عباره عن ايه كفايه وضع عباره عن دي عباره عن ازاي الارض عباره عن دي على فاين اوسط هي عباره عن دي على دي كويس نرجع بقى بعد ما عملنا سين فايف نرجع للانتجريشن بقى هيقول لك انت كام صغير هتبتدي ايه بقى؟ دي ثلاث واحد دي ثلاث واحد Final. Done.